مرحبا، موضوع اليوم بهذا الفيديو هو الطريقة اللي ممكن نستخدمها لحتى نختبر إذا كان في عدد بيقبل القسمة على 9 أو لا، وقد ما كان هذا العدد كبير. شو بنساوي؟ بنشوف هذا العدد اللي هو بيكون مؤلف من آحاد وعشرات ومئات وإلى آخره، بنجمع خاناته مع بعض. بيطلع معنا رقم أصغر من الرقم الأساسي وكمان مؤلف من خانات آحاد وعشرات وهيك. بنرد نجمع الخانات مع بعض وبنرد بيطلع معنا رقم ثالث. ومنضل نكرر هي العملية لحتى بالنهاية يطلع معنا رقم مؤلف من خانة واحدة. وبنشوف هذا الرقم إذا كان يساوي بالضبط 9، معناتها الرقم الأساسي اللي عم نختبره بيقبل القسمة على 9. أما إذا هذا الرقم اللي مؤلف من خانة واحدة كان يساوي أي رقم ثاني غير 9، معناتها الرقم الأساسي اللي عم نختبره ما بيقبل القسمة على 9. خلينا نشوف أمثلة على الموضوع. ممكن الواحد يكون ماشي بالطريق ويشوف شي رقم، مثلا أول رقم هلا شفناهم بالصدفة طلع 9698. إذا جمعنا خاناته مع بعض اللي هن 9 و6 و9 و8 بيطلع معنا 32. بنرد بنجمع 3 مع 2 اللي هن خانات الرقم الثاني بيطلع معنا 5. 5 رقم مؤلف من خانة واحدة ولا يساوي 9. إذا الرقم الأساسي 9698 لا يقبل القسمة على 9. خلينا نشوف كمان كم مثال. الرقم يلي بعده هلا طلع لنا طلع 270. نجمع خاناته بيطلع معنا 9. ها، بما انه طلع معنا يساوي 9 اذا الرقم الاساسي 270 بيقبل القسمة على 9. شوف كمان كم مثال. الرقم اللي بعده طلع 2152. بنكرر نفس العملية نفس الطريقة، بيطلع معنا لا يقبل القسمة على 9. آخر مثال طلع معنا رقم 3636. بنفس الطريقة بنختبره، بيطلع معنا 9، إذا الرقم الأساسي بيقبل القسمة على 9. هدول هلا كانوا كم مثال عن هي الطريقة، بس ممكن هلا يخطر على بال حدا سؤال انه يا ترى ليش هي الطريقة شغالة؟ ما رح اقول هلا شيء عن الموضوع، رح اترك لكم المجال لتكتبوا تعليقات واسئلة تحت الفيديو وممكن نتناقش عن هالموضوع. وليلي صبر وكمل الفيديو للاخير بهدي هي اللوحة الفنية عن الرقم 9. لا تنسوني من تعليقاتكم ونقدكم، وشكرا كثير، وشوفكم فيديوهات ثانية. سلام.